الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله على محمد صلى الله Sambung dengan Ustaz Wan ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama lagi pada malam ini. Terima kasih kepada Badan Kebajikan dan juga Cikgu Anat yang dapat untuk buat link malam ni. Jadi untuk malam ni kita mendoakan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT, diberkati olehnya dan juga kita memohon doa perkenan daripada Allah SWT agar diberikan kesembuhan pada rakan dan sahabat kita, terutama sekali Cikgu Megat
dan rakan-rakan kita yang lain, dan juga kepada Bapa Mertua Cikgu Masa Pinang yang sekarang ni berada di hospital. Jadi kita mendoakanlah mudah-mudahan semuanya akan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita akan dipimpin oleh Ustaz Wan Muhammad Asri. Jadi insyaAllah dijemput Ustaz Wan untuk memulakan majlis. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan Guru Besar yang dihormati bersama guru-guru pendulung kanan dan guru-guru sekalian. InsyaAllah hari ini, malam ini kita akan membaca surah Yasin. Okey, kita akan mulakan dengan istighfar. Kemudian kita membaca surah Fatihah, selawat ke atas Nabi dan juga ayat kursi, seterusnya membaca Yasin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَغْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم
bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Waman nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Wama 'allamnahu asy-sya'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فالغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, kita akan baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والحداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبحفيه لطفك المفرج عن كل محموم المخلص لكل مديون يا مجري البهار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمحابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حزن لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل محموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا فمفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رحمن آمين يا رحيم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله terima kasih pada Ustaz Wan Muhammad Sri dan terima kasih kepada semualah yang dapat bersama-sama kita pada malam ini. Jadi
Saya nak jemput lah. Cikgu Masa Pinang, kau nak cakap apa?